ينضم إلينا من واشنطن العاصمة فهلي نصر عميد كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة. دكتور نصر متخصص بشؤون الشرق الأوسط يحظى باحترام واسع وهو مطلع على العلاقات الدولية، كما شغل منصب مستشار في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة أوباما الأولى. دكتور نصر شكرا لحضورك معنا اليوم. كيف تصف استراتيجية أوباما في سوريا؟ هل هناك استراتيجية فعلا؟ إن الإدارة الأمريكية كانت مترددة بالتدخل المباشر في سوريا، لا سيما عسكريا، خوفا من أن يكون هذا انزلاق نحو الحرب. أما على الجبهة الدبلوماسية فهي تدعو الأسد لترك منصبه، لكنها لم تقدم خطة للخروج بحل دبلوماسي ينهي هذه الحرب. عموما إن الولايات المتحدة لديها موقف بشأن سوريا، لكنها لا تملك استراتيجية لإنهاء هذه الحرب. In large, the U.S. has a position on Syria, but it doesn't have a strategy for ending the war. إذن كيف ستغير تصرفات روسيا الأخيرة الأمور على أرض الواقع؟ لقد اتخذت روسيا دورا أكثر نشاطا وكانت قادرة على أن تخطو خطوة في الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة، لكن الأهم من ذلك أن التحرك الروسي أعاد تدوير رقعة الشطرنج في سوريا لجعلها أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة في قصفها الجوي لمواقع الدولة الإسلامية، مع الحديث عن إقامة منطقة حظر جوي وأي إجراءات أخرى محتملة. الولايات المتحدة وضعت نصب عيونها نظام الأسد، أما الآن فعلى الجميع مواجهة الجيش الروسي، وهذا له حسابات مختلفة جدا مع جميع الدول أو الجهات المعنية في سوريا. إن كنت مستشارا للرئيس أوباما اليوم، ما الذي كنت ستنصحه به؟ في السابق كان هذا حقا بمثابة حرب الوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية، لا أحد من الطرفين كان على استعداد لتقديم تنازلات، لأنه كان يرى أنه على وشك الفوز بنتائج هذه المنافسة. الآن لكل من إيران والمملكة السعودية قد تغيرت اللعبة، خاصة بالنسبة للسعوديين، فهم ليسوا بمواجهة مع إيران بعد الآن، إنهم بمواجهة روسيا. سوريا كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، لم تكن الطرق الدبلوماسية تؤدي إلى الأمام، كان الجميع يحفر في موقفه، إلا أن الآن جاءت روسيا وغيرت الديناميكية. وسؤال الأساس للرئيس أوباما، هل سيعتبر هذا فرصة للولايات المتحدة لتكون قادرة على القيام بما لم تستطع القيام به في السابق؟ ولكن أعتقد أن السؤال هو حقا ما هو حجم التغيير؟ في نهاية المطاف إن نهاية اللعبة بالنسبة لروسيا بقاء الأسد. بالطبع أن رجل روسيا في هذه المعركة هو الأسد، إن سمعتهم متصلة بإنقاذ الأسد، ولكن في النهاية في كل صراع أبطال الرواية لهم دوافع للدخول فيه. بالنسبة للإيرانيين كان الأمر يتعلق بسمعتهم وبحماية حزب الله، بالنسبة للسعوديين إنها هزيمة لإيران وإهانتها في سوريا. إذن الجميع لديه دوافع، وأيا كان الفائز في سوريا سيقوى لاحقا بطريقة أو بأخرى. هناك أيضا فائدة لأوروبا لوقف هذا الصراع لإنهاء أزمة اللاجئين، وقد يكون هناك فائدة لدول أخرى في المنطقة، لأن استمرار الحرب سيخلق الكثير من عدم الاستقرار. There is a benefit for countries in the region because the continuation of the war will be even more destabilizing.